حقق نادي ليفربول فوزا كاسحا على حساب واتفورد بخمسة أهداف نظيفة مساء اليوم السبت 17 مارس 2018 في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وسجل محمد صلاح 4 أهداف خلال المباراة ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 28 هدف بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام. وبات محمد صلاح هو أول لاعب يسجل 3 أهداف أو أكثر مع ليفربول منذ تولي يورجن كلوب لتدريب الفريق، بالإضافة لكون سوبر هاتريك المصري هو الأول له في الملاعب الأوروبية. وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 63 ليظل في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المرتبة 11. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.